ميكرو فريد مع انفاس كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الخطره العيالات لان العمده ديال الدار البيضاء مرا اشنو كطلبوا من العمده ديال الدار البيضاء بكل تواضع الا بغيتوا تعرفوا العيالات اش طلبوا من العمده ديال الدار البيضاء خليكم معنا بكل تواضع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قول لي يا الشريفه دابا العمده ديال الدار البيضاء مرا وانت مرا وما كتعرف المراه المرا اش غتقولي لها من هذا المنبر؟ انا كنقول لها هنيئا لها لان المراه هي الام هي الاخت هي كل شيء هي اساس المجتمع وحتى هي راه كتمثل الناس في الاخر ديال الرجل كنظن حتى هي خصها تشارك في العمليه في كل شيء هي كتشارك في جميع المجالات هي ربا طائره اش ما تكون قائده سياسيه حتى هي عندها الحق انا كنظن المراه هي كل شيء كاع انا في نظري هي دابا ما غتبقاوش تشكاو دابا ملي ولات المراه عمده الدار البيضاء ما تبقاوش تشكاو الحمد لله حتى هي خصها تاخذ التجربه ديالها ونشوفوا ان شاء الله وانتم غتشوفوا من بعد ان شاء الله انا عندي الثقه ان المراه غتخدم العقل والعاطفه بجوج العيالات ولا الرجال غتخدم العاطفه العيالات ولا الرجال يقول لا كلشي هي المراه اكثر انصاف كنظن من الرجل وسمحوا لي ودابا انتيا كمراه مثلا شنو الحاجيات اللي كانت ناقصاك كمراه توصلي الميساج لهذه العمده اللي هي مراه باش ان شاء الله تنجزها انصاف المراه دائما الرجل تيبقى كاين شويه ديال الرجل كينتقص من المراه واخا توصل لاعلى المناصب دائما تينقص منها وخصوصا الرجل العربي خص يكون شويه ديال الانصاف انا كنبغي الانصاف بكل تواضع بكل تواضع تحيه السلام عليكم سلام اخويا دابا انت هي امراه ودابا عمده الدار البيضاء ولات امراه اه مشرفين اش كطلبي منا شي حاجه اللي باغا انت هي وباقا ما لقيتيهاش في مدينه الدار البيضاء مدينه الدار البيضاء خويا انا ما خداماش ودايره فراشه وكنطلب منها باش تشوف صحاب الناس اللي ما عندهمش توقف معاهم وانا كان عندي مرض مزمن عندي السكر عندي شحال من حاجه وما عنديش الاولاد وانا وحدانيه يعني انت دايره فراشه ايه دايره فراشه اخويا وشي ميساج ليها شي ميساج كنطلب منها بس تساعد كاع المحسن الناس اللي ما عندهمش وتساعدنا حتى حنا وتساعد الناس بزاف ديال الناس محتاجين يعني تساعد الناس اصحاب الفراشات ايه اصحاب الفراشات ما عندهمش اخويا السلام عليكم وعليكم السلام اسيدي فراسك ولات عمده الدار البيضاء امراه اييه ودابا انت هي امراه اييه والمراه كتعرف المراه اييه دابا المراه تتحق تتعرف بالحق المراه المراه كتعرف من حق المراه اييه دابا انت هي دايره فريليشه بحال هكا اش من يعني ميساج ليها هي ميساج ليها هي توقف مع وليداتنا توقف مع وليداتنا وتخدم لنا وليداتنا باش حنا نرتاحوا من هذا العمل ديال البيع والشراء ديال الزنقه ديال الزنقه هادشي اللي تنطلب انا بغيت انا وليداتي يخدموا